بجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدي الكرام وختام مسك بهذه الفقرة نتكلم فيها عن الهوية الوطنية ودور الثقافة في مواجهة الإرهاب. ويمكن مؤخرا دايما بنقول لحضراتكم مرارا وتكرارا إن مواجهة الإرهاب أصبح الآن ليس فقط بالسلاح أو بالجيش، ولكن كل واحد في موقعه وفي مكانه هو مجند للدفاع عن الإرهاب والدفاع عن الوطن ومواجهة الإرهاب. الإرهاب خطر خبيث بيبث سمومه في كل الأماكن، عشان كده كل واحد في الوطن مكلف إن هو يدعم الدولة المصرية واجه الإرهاب. لو اتكلمنا بقى عن النخبة والمثقفين والقوى الناعمة في هذا المجتمع، أعتقد لو اديناهم حقهم في إن هم جعلهم تنوير المجتمع بالثقافة وبالعلم والمعرفة، ده بيبقى ليه تأثيره الإيجابي ليس فقط في مواجهة الإرهاب ولكن في بناء المجتمع وبناء الأمة. عشان كده نفتح هذا الموضوع باستفاضة، وإزاي نقدر ندعم كل الأجيال الحالية والأجيال اللي جاية بالثقافة حتى يستطيعوا أن يكون لديهم الحنكة والقوة والإرادة القوية في سبيل مواجهة مش بس الإرهاب ولكن كل التحديات التي تحاك في هذا المجتمع. عشان كده منورني في هذه الفقرة الأستاذة نيلي صادق الكاتبة والأديبة، برحب بيك يا فندم وتحية لحضرتك. أهلا بحضرتك. والأستاذ بيومي أبو جبل الكاتب والأديب، برحب بيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ليدس فيرست طبعا أستاذ بيومي. أستاذنا اتفضل. ولو اتكلمنا مؤخرا عن دور الثقافة وعن دور الأدب وعن دور كل هذه الأشياء المفروض أن يجب أن يتحلى بها المجتمع في مواجهة الإرهاب ومواجهة قوى الشر ومواجهة الأخبار الكاذبة وغيرها، هو بداية لازم نقول أن أي منظومة بتبدأ من الأسرة، فإذا ما كانتش الأسرة بتربي النشء اللي طالع أولادها على أن يبقى في حاجة صح بيعملها أو هو مطالب أن هو يمشي في طريق صح وبتدعمه وتحاول تحس فيه ان هو عايش في وطن، عايش بين اصدقائه، عايش في مجتمع، المجتمع ده مطالب ان هو له زي ما له فيه له حقوق عليه واجبات لازم يأديها. من تنشئة الطفل منذ نعومة اظافره بنقدر نربي نشء يقدر يواجه بعد كده اي حاجة دخيلة على المجتمع. فانا بدوري في الخدمة المجتمعية أو بدوري براعي أسرة وطفل بناشد كل أم ترجع شوية لورا وتقف جنب أبنائها. إحنا بنلاقي في دلوقتي بعد عن الأسرة، الأم ممكن تكون ملخومة بوظيفة، الأب برضو بيجري ورا الأم تعيش بحكم الحالة الاقتصادية، فبالتالي بيطلع النشأ فاقد الأهلية أولا بين أمه وأبوه. ففقدانه للأهلية بين أم وأبوه دي أول درجة من درجات الانتماء، إن أنا لازم أعلمه يبقى عنده انتماء لأم وأبوه. الانتماء ده مش هيجي كده من فراغ قد ما هيجي إن أنا أحتضن ابني عشان يبقى عنده انتماء ليا. دي ماما دي حبيبتي، ده بابا ده حبيبي. بعد كده هيروح المدرسة هيلاقي عنده انتماء لأصدقائه في المدرسة، انتماء للمدرس اللي بيديله معلومة، قم للمعلم وفي التبجيلة كده المعلم أن يكون رسولة. صحيح. فكل خطوة من خطوات النشء اللي طالع بتدي فيه فكرة وبتدي فيه ثقافة، بتنمي فيه حبه للوطن، بتنمي فيه حبه للمجتمع، بتنمي فيه حبه للعمل اللي هو هيقوم بيه، بتنمي فيه إنه هو إزاي يبقى خايف على الكيان اللي هو عايش فيه، يتصدى لأي إشاعة جايله من بره، يتصدى لأي إرهاب جايله. مش بسهولة شائعة تجيله يروح واخدها ومشيرها على السوشيال ميديا أو يحكيها لصديقه، لأن أنا سلحته وعيته خليت عنده انتماء. بالتالي بيبقى هو نفسه بيقدر لو جاله معلومة بيقدر يدافع عن المعلومه دي، اذا كانت بالصح او بالغلط. يا جماعه دي اشاعه ما ينفعش نقولها، ما ينفعش اشيرها، ما ينفعش اي حد يتداولها ويزود عليها. فهنا بيعمل كت للاشاعه دي برضو للارهاب. مش اي حد هيجي يدعمني ويقول لي انت الرئيس بتاعك مش كويس، انت الحكومه بتاعتك مش مهتمه بيك، انت التعليم بتاعك شوف المدرس بتاعك بيضربك. انا يعني زمان احنا فقدنا المعلم اللي هو بينشئ الطفل فعلا بالحزم. الطفل دلوقتي لما بيجي المعلم يضربه أو يحاول يديله نوع من العقاب الأهل بتصور في البيت. وللأسف أنا ضد النظرية دي أو ضد الموضوع ده. ليه؟ أنا عايزة الولد يبقى عايش على أنه في عقاب وفي ثواب. برضو الموظف في شغله لازم يبقى في عقاب وفي ثواب. أي واحد في مجال عمله لازم يحس ان هو بياخد ثواب وعقاب في الحاجه اللي بيعملها. وحتى احسسه ان هو لما بيبدع او بيعمل حاجه
جميلة بديله صواب عليها أو بكافئه عليها، فبالتالي بيديني إبداع أكتر، بيديني إمكانيات أكتر، بيديني طاقة أكتر، بيديني حب أكتر. وده اللي إحنا محتاجين له فعلا، للقضاء على الشائعات، للقضاء على الإرهاب. يبقى بتبدأ البذرة أصلا من البيت، بعد كده بتوصل للمدرسة، من المدرسة في دور العبادة سواء في الكنيسة أو في المسجد، بيبقى في المحاضرة اللي بتتقال أو خطبة الجمعة أو أي خطبة بتتقال في المسجد. تمام. بتوعي الشباب وبتوعي الأسر يعني. طيب رحز بيوم، وشايف حضرتك يعني في الأجيال الحالية والأجيال اللي جاية زي نقدر نرسخ مبادئ الوطنية وقيم الانتماء في نفوسهم، خاصة في ظل هذا التوقيت، ومش بس إن الأسرة عليها الدور، ولكن زي ما قالت الأستاذة نيلي مشكورة، إن المجتمع بأسره عليه دور كبير جدا جدا في ترسيخ هذه القيم. هي البداية لابد من الأسرة. بيكمل المدرسة. نعم. بيكمل الجامعة. بيكمل الشارع. وشارع عليها دور مهم جدا جدا. نعم. الشارع دلوقتي بقى سلوكيات الشارع أغرب مما تتخيل. صحيح. بدأت تظهر عندنا حاجات في الخمسين سنة الأخيرة، كويس، حاجات عجيبة جدا. بقت خلاص بقينا من أسوأ ليه للأسوأ، بقينا من سيء للأسوأ، كويس. سلوكيات الطفل بدأت تعود، أول حاجة لعدم الاحترام، الاحترام الكبير ما فيش موجود خالص. زي الأستاذة ما قالت بالظبط، ما فيش حاجة اسمها مدرس دلوقتي. المدرس دلوقتي عشان يعاقب طفل أو يعاقب طالب، الأسرة مش بتصور عليها، ده بيروحوا يتخانقوا، ده ممكن يقفلوا المدرسة. ما بقاش فيه احترام خالص. قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولة، دي كان زمان. دلوقتي يقول لك قم للمعلم وفيه التلطيشة كاد المعلم أن يكون شويشة. بجد إيه ده؟ فإذن وهما قدروا في برة يصدروا لنا كل ما هو سيء لديهم. صح. كويس. السوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثة، هو في حد زي عندنا في مصر بيستخدم يقعد على الفيس 24 ساعة؟ في حد بيقعد على الكمبيوتر بالساعات دي كلها؟ في حد بيلهك؟ ويمكن كنا بنتكلم على الاستاذه من واحنا قاعدين بره، وزي ما حضرتك قلت برضو ما فيش حد بيجيب كتاب، ما فيش حد بيروح المكتبه. صحيح. يمكن كانت معايا حرم الدكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي الله يرحمه، كويس، بتقول عندي مكتبه مضطر ابيعها، هبيعها لمين؟ لحد بتاع روبابيكيا، لان بناتها طالعين مش بيحبوا القراءه، اسرتها ما حدش بيحب القراءه. فاذا القراءه والاطلاع والدين، كويس، وبعدين نقول الاسره والمدرسه والشارع، كل العوامل دي لابد ان تكون متكاتفه عشان تصنع جيل او تصنع نشأ صالح. صحيح. يكون مفيد لبلده. كويس. انا مش هجيب واحد من الشارع عشان يفيدني بحاجه ابدا. ولابد يكون عندنا وعظ ديني. الوعظ الديني ده مهم جدا جدا. صحيح. كويس. وبعدين الانتماء للوطن، الانتماء للوطن هيجي منين؟ هيجي منين؟ اذا كان عندي الاسره مفككه، يمكن الاستاذه نيلي قالت من شويه ان الاسره اللي الزوجه بتشتغل والزوج بيشتغل، طب فين؟ ما ده بيدفعوا ضريبه، الضريبه بقى تفكك اسري. تفكك اسري بشع بتاثيره على المجتمع سيء جدا، والتفكك ده هينتج عنه انهيار، هينتج عنه ارهابيين، وارهاب الداخل اشد خطر من ارهاب الخارج. الارهاب الخارج عارفين هم ديوتهم ايه، وعارفين قاعدين فين وساكنين فين وازاي وعايشين ازاي، لكن اللي في الداخل دول الخلايا النائمه الموجوده ديت حاجه صعبه جدا جدا. الوطن يا جماعه ما هوش بالسهوله كده ان احنا نفرط فيه. صحيح. يمكن في حاجه قلتها كده، قلت للأرض. اتفضل. قبل ما نروح لحاجه استاذ ياسر، نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. استاذ ياسر فاصل. مشاهدينا الكرام، ونرجع نكمل مع حضراتكم مجددا، انتظرونا. نجد تحيه مره اخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين حديثنا في دور الثقافه في تشكيل الوعي ومواجهه الارهاب، واعتقد في غايه الاهميه، وان واجب على كل اسره ان تاخذ على عاتقها هذا الشان حتى نستطيع ان ننتج اجيال واعيه قادره على مواجهه كل هذه التحديات. مره اخرى برحب بضيوف وبرحب بحضراتكم. يمكن وقفنا عند حضرتك استاذ بيومي واتكلمنا عن تشكيل الوعي، مسؤوليه مجتمعيه ليس فقط الاسره، ولكن البدايه طبعا من الاسره ولكن المجتمع باسره. لكن خليني اسال حضرتك، مهم جدا الطبقه المثقفه والمثقفين والادباء، الدور الامثل في نشر الوعي وتشكيل الوعي حتى يستطيع يكون عندهم تصحيح لمجريات الامور وعندهم فهم لكل التحديات والمؤامرات الخبيثه اللي بتحاك للوطن حاليا. هما المفكرين والمثقفين عامه محتاجين مساحه، محتاجين ان الدوله تراعيهم شويه عشان يبقوا هم عندهم المقدره ان هم يجابهوا مثل هذه الامور. نعم. كويس. ما حدش يقدر يواجه الـ 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 الارهاب، ما حدش يقدر يواجه الفكر المضلل، ما حدش يقدر يواجه حتى الاعلام المضلل الاخر والقنوات الفضائيه المضلله، كويس، الا مثقفين او المفكرين. بس لازم الحكومه تديهم مساحه. تديهم مساحه فين؟
زي ما حضرتك دلوقتي احنا قاعدين في قناه مصر زراعيه مشكوره قوي اقول انها بتدينا مساحه ان احنا نتكلم ونحن بنتكلم باستفاضه كويس. احنا محتاجين المساحه دي في كل القنوات الحكوميه اللي هي تكون على عاتقها المسؤوليه. صح. والخاصه ايضا كمان. ما هو الخاصه للاسف الشديد بيجيب اي حد اي ضيف بيدفع فلوس ويجيب خلاص، وحتى صاحب القناه ممكن معاه فلوس وينشئ قناه ومتاح ليه. الهيئه الوطنيه للاعلام بتدي اي حد رخصه عشان خاطر معاه فلوس؟ لا مش كده خالص كويس. زي ما قلت حضرتك هم اول ما بيهاجموا الوطن، انا ما شفتش حد في القنوات الفضائيه او القنوات الخاصه ديت ان بيهاجم حد بره خالص، ما بيعترضش حتى اللي بيتقال. وبعدين هي مصر زي ما السيد الرئيس قال، هي مصر دي شويه، هي مصر دي قليله. يمكن انا بقول للوطن، بقول للارض والعرض صاين، يا وطن في القلب ساكن منور كل المداين وحاضن كل الاماكن. اذا الوطن هو بيحمينا، الوطن اللي احنا عايشين فيه ده لابد ان احنا ندافع عنه. ندافع عنه بايه؟ مش ندافع عنه بفكر ضعيف او فكر واهن او فكر مضلل، ما ينفعش. لازم يكون حتى المثقفين الادباء المفكرين والصحفيين والاعلاميين والشرفاء تحت الشرفاء دي يتحط عليها تحتها خمس خط عشان خاطر يبقى عندهم القوه والقدره ان هو يواجهوا كده. صحيح. الاعلام المضلل يواجهوا اعلام حكيم، اعلام متزن، اعلام واعي، اعلام مثقف. نعم. والا البلد هتضيع. البلد هتضيع منين؟ اعطني اعلاما بلا ضمير، بلا ضمير او اعلام تسقط بالظبط كده. صحيح. كويس. وده واحنا شفنا بلدان سقطت كتير، يمكن روسيا نفسها كان الاتحاد السوفيتي، ده كان الاتحاد السوفيتي كان حاجه قوه عظمى. صحيح. كويس. سقطوا بقى دويلات بسبب كان في اعلام فاسد وكان في ناس فاسده وناس مش عارفين يحافظوا على قيمه الاتحاد السوفيتي. نعم. احنا هنفضل ساكتين لحد امتى؟ لحد ما تنهار مصر ونبقى زي الدول الثانيه، ونبقى اللي احنا قاعدين ده نبقى لاجئين بعد كده. كويس. وزوجاتنا وبناتنا يؤخذوا سبايا. صحيح. طب اي منطق؟ صحيح. عشان كده اسال الاستاذ نيلي، شايفه دور القوى الناعمه ممثله في المثقفين والادباء في مواجهه الاعلام المضلل وكافه الشائعات اللي بتبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي واناره العقول المصريه والشباب المحترم اللي عنده الحمد لله الوعي، ولكن حابين نكثف هذا الوعي ومدى الانتماء ليه؟ انا بكمل برضو على او برضو بايد الاستاذ بيومي في اللي قاله، ان احنا لازم ندي مساحه للمثقفين وللشعراء والادباء انهم يدخلوا القنوات التلفزيونيه، القنوات الهادفه، القنوات اللي عندها وعي، مش القنوات اللي بتجيب الهرج والمرج وبتطلع واحد زي محمد حضرتك قلت صوتك ليه في الهرج والمرج، بتقول له هرج ومرج بقوه. أيوة كده. لا تطلع زي واحد زي محمد رمضان وزي السبكي، بقضي على القيم والاخلاق عن طريق ناس بي 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 يعني لو الاسره حتى بتبني في اماكن تانية بتهدم، يعني اللي انا ببنيه في اسرتي وبدعم بيه ابنائي بلاقي حته تانية بتهدمه. انا عايز يبقى في تكاتف بين الاطراف كلها، تكاتف ما بين البيت وبين المدرسه وبين الاعلام، يبقى اعلام قبل الاعلان. انا بلاقي بيتقطع البرنامج 30 مره عشان يديني اعلانات، انا بتشتت. يعني لو حتى برنامج ثقافي او برنامج علمي انا بتشتت فيه، لان ما بيلحقش يديني فقره ويخرج لاعلان، يديني فقره انا بتشتت، ما ببقاش عارفة أتابع. حتى لو قاعد ابني جنب مني، ابني هيمل من كتر ما هو شايف، بيقوم يجري من جنبي. أنا عايزة أقعده عشان أعلمه يبقى إزاي عنده وعي ويتابع برنامج ثقافي أو برنامج اجتماعي أو برنامج ديني في التلفزيون، بلاقي الولد مش قادر يتابع شوية والفقرة، وطب هروح مش عارفة أجيب إيه واجي، ومش عايز يجي تاني. فبالتالي أنا عايزة ناس تقف جنب بلدي، المثقفين الأدباء يدلهم مساحة في السوشيال ميديا، في التلفزيون، في المحاضرات، في الجامعة، في دور العبادة، في الكنيسة، في المسجد. أدي مساحة للشيخ اللي في المسجد يقول يوعي، ما الشباب بتروح تصلي الجمعة وبتروح تصلي الفروض، في على الأقل الكمية الصغيرة اللي هتروح ممكن تطلع بره يعني تنقل اللي هي سمعته في المسجد، هتقول انا سمعت الحاجه الفلانيه. اللي في الكنيسه برضه هيروح وينقل لصاحبه اللي ما حضرش، ده انا سمعت النهارده دكتور فلان كان موجود قال محاضره فلانيه عن حب الوطن، الانتماء، مقاومه الشائعات، محاربه الارهاب، ازاي ما اديش وداني للناس دي واسمع لها. فليهم دور كبير، والدور ده عايز مساحه، المساحه دي مطلوب من الحكومه والدوله انها توفر المساحه دي. مهم. واحنا بنتكلم عن الثقافه والفن والادب اعتقد دي ليها دور مؤثر في المجتمع ومناقشه القضايا المجتمعيه. الذوق العام استاذ بيومي لو قارناه بزمان نقدر نقول للاسف مش بس انحدر ولكن اتدمر،
والشريك الأكبر في هذا الموضوع هو تحطم الثقافة وتحطم كمان الطبقة الناعمة الممثلة في المثقفين. إعادة ترميمها مش كفاية، ولكن إعادة بنائها وإعادة تأهيلها وإعادة دعمها ده اللي احنا محتاجينه في هذه الفترة. من وجهة نظر حضرتك كأديب وكمثقف، إزاي نقدر نعمل ده عشان نقدر نعيد الذوق العام لنصاب الحقيقة زي ما بيقول؟ هنبدأ من الكي جي 1 وننتظر 20 سنة. حد يقول لي 20 سنة؟ 20 سنة. 20 سنة مش كتير بالنسبة للخطط اللي بتعملها الدول الكبرى، بيعملوا على المدى البعيد. كويس، أنا ليه بقول 20 سنة من دلوقتي؟ من دلوقتي هبدا اول تنفيذين على مخططات لهدم من 50 سنه من 50 سنه بيعملوا يعني بالظبط. لما نيجي نطلع على نفسها في 20 سنه انا هجيب ولد من الكي جي 1 هنعمل نربيه التربيه السليمه بقى، تربيه بوعي بالدين اهم حاجه. كويس، بس لازم يشوف تكاتف الاسره، ما يبقاش انا بديله حاجه في المدرسه ولاقي الاسره الاب بيسيب الدين والام مشغوله عن لا ما ينفعش. لازم الكل، لازم هنا بقى الكل، من الاسره للمدرسه لدور العباده زي الاسامه اللي ما قالت. كويس، والشارع لابد ان تتغير سلوكياته، بقينا مش منحدر، لا منحدر ايه ده، بقينا في اسفاف غير عادي، بقينا وصلنا لدرجه البذاءه عفوا في اللفظ يعني، بس بقينا كده يعني. وبعد 20 سنه كويس اجني الثمار، هجني ثمار شاب ورع تقي يقدس الوطن، يقدر يعني ايه معنى حياه، يقدر يعني معنى اسره، احترام الكبير والعطف على الصغير، احترام الأسرة، أبويه يكون بر بيهم، بر بالمدرس وهنا كرامته. ماليش على المدرس بتاع الدروس خصوصية، لكن في مازال مدرسين احنا لسه لحد دلوقتي بشوف في الشارع بخاف منهم، بخاف منهم احترام وليس بخاف منهم قرب، فينا القيم والاحترام. بالظبط، يبقى لازم ننتظر نعمل الخطة ديت وننتظر 20 سنة. وبعدين الإعلام المضلل ده التافه ده، وزي ما الأستاذة اللي بتقول إن رمضان والسبك واللي دمروا الذوق العام زي ما حضرتك قلت، دمروا تماما. صحيح. كويس، مش معقول لما يجي مسلسل اقعد قدامه 45 دقيقة دم وارهاب. صحيح. والفاظ بذيئة والولد يجي عريان، فين القضايا المحترمة اللي احنا بنناقشها والحاجات دي كلها؟ ايه ده، ما كان عندنا سينما والتلفزيون قبل كده وقمم كنا بنتعلم منهم وما زلنا بنتعلم منهم وعايشين على اثارهم لحد دلوقتي. عشان كده دايما بنقول ان الثقافة في حد ذاتها بتبني المجتمعات. ناس كتير جدا بتعتبر الثقافة زمان دي حاجة أساسية، للأسف دلوقتي وبقت وصمة عار، حتى لما تلاقي واحد بيتكلم معاك بأسلوب علمي أو بثقافة تقول له لا مثقف، حتى بقيت للأسف يعني بدل ما كانت مدحيات زمان. عشان كده بنقول لازم لما نكون عندنا ضمير لازم يكون عندنا ثقافة. الثقافة مش معناها أنك أنت تكون مفكر وعبقري، لكن محيط بمجريات الأمور وملم بيها بشكل كبير جدا. عشان كده دايما كانوا أهلنا بيقولوا لنا مهم انك انت تعرف حاجة عن كل حاجة، بس ما تعرفش كل حاجة عن حاجة واحدة، انت كده مش مثقف. الدور ده كبير جدا، زي ما الأسرة عليها دور في هذا الموضوع، المدرسة عليها دور، الجامعة عليها دور، المجتمع برمته، حتى عملك عليه دور. نتمنى يا رب ان احنا نكون دائما من المثقفين الواعين لمجريات الأمور، وان كل واحد مدرك كل ما يستثمر في ابنه الثقافة، مش الثقافة المتعلقة بالكتاب المدرسي أو بالدروس اللي انت بتديها له، لا الثقافة بشكل عام، إنه يكون مطلع يكون قارئ. الأم اللي بتقضي طول اليوم على الفيسبوك أو على الواتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي وسايب ابنها بيلعب بحجة أنه بيلعب، لا عمره ما هياخد ثقافته من اللعب بتاعته، هياخد ثقافته لما تقرأي له كتاب هينفعه وبعد كده يبني بعد كده أفكاره عليه. نتمنى يا رب إن كل أسرة مصرية تكون حريصة على تثقيف أبنائها ودعمهم وتسليحهم بالقراءة والعلم في المقام الأول عشان يكونوا نافعين لنفسهم والمجتمعهم. بشكر حضرتكم جدا، نورتوني. شكرا ليك الأستاذة نيلي صادق الكاتبة والأديبة، تشرفتينا فنان في تحياتي لحضرتك. أنا سعيدة. وشكرا ليك الأستاذ بيومي أبو جبل الكاتب والأديب، نورتونا. شكرا. أنا بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. إن شاء الله غدا اللقاء يتجدد معك رؤى عمل جديد من برنامجكم ساعة صبحية. أما أنا ألقاكم مجددا بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء القادم، تحيات فريق العمل وتحياتي عاصم الشندويلي، والسلام عليكم.